A hand exerts a force of 90 newton on a scale at 32 centimeter from the joint center at the elbow. If the triceps attach to the ulna at a 90 degree and at a distance 3 centimeter from the elbow joint center, and if the weight of the forearm and the hand together يعني is 40 newton, with the hand forearm CG located center of gravity at 17 centimeter from the elbow joint center. Well, how much force is being exerted by the triceps؟ يعني المصل اللي هنا ده طبعا الجسم او يعني الجزء ده هيكون stable equilibrium، فلازم يكون التورك هنا يساوي صفر عند القلب. فاقول سجن التورك عند القلب لازم يساوي صفر عشان يبقى متزن. هو بيضغط على الميزان فالميزان بيضغط على الفوق، طبعا مش هيكسر الميزان ولا الميزان هيرميه لفوق، يبقى سيجما التورك لازم تساوي صفر. عندنا مع الاتجاه الموجب ده 90 تتضرب في المسافة دي اللي هي 32، عندنا 40 بالسالب تتضرب في المسافة اللي هي 17 سنتي، وعندنا القوة دي اللي هي اف مصل تضرب في 0.03، ولازم ده كله يساوي صفر. اذا الاف مصل هتساوي 90، نقول نودي دي هناك، يبقى 90 في 0.32 ماينس 40 في 0.17 على 0.03، طلعت 7.3 نيوتن. عشان الجسم يكون متزن لازم المصل يبذل هذه القوة اللي هي على بعد 3 سنتيمتر.